خوتي، الخروج ديالكم من الدار بلا سبب كيعرض الناس اخرين للخطر، لهذا الله يجزيكم بخير، خليكم في الدار. بقى في دارك وحمي والديك وحمي الاسره ديالك وحمي المحيط اللي داير بك. بقى في الدار وعاون بلادك باش تحمي عائلتك. بقى في دارك عاون بلادك. السلام عليكم خوتي، بقاو في ديوركم باش تعاونوا البلاد، باش نحافظوا على عائلتنا وخوتنا والناس اللي عزيزين علينا. الواجب علينا نبقى في الدار. بقى في الدار راه من برا ما كاين ما يدير. الميساج ديالي خوتي المغاربه كاملين والشهادات خصوصا، بغيت نقول لكم التزموا في البيوت ديالكم ومارسوا الصلاه والرياضه والرضا للوالدين وحضيوا ولادكم. نصيحه مني لكم، بقاو في ديوركم خوتي المغاربه، بقاو في ديوركم باش تحموا عائلتكم وولادكم. بقى في دارك باش تعاون بلادك. جلس في دارك، جا الوقت نوقفوا مع بلادنا. بقى في دارك باش تحمي بلادك وتحمي عائلتك. كنت كنلقى ان عندك المناعه قويه، كاين الناس عندهم مناعه ضعيفه ويقدروا يموتوا، وتسمى انت اللي قتلتيهم. تختار بين انك تعيش وبين انك تموت. باش نحمي راسي وناسي ونعاون بلادي نبقى في داري. السلام عليكم، بقاو في دياركم حميو بلادكم. بقى في دارك غتحميني وغتحمي اللي عزيز عليك، غتحمي راسك. بقى في دارك باش تحمي عائلتك، تحمي بلادك والاسره ديالك. كون بقى في دارك وعاون بلادك ونخرجوا من التأسر ان شاء الله.